حابب اروح نبص على اللي بيحصل في مستشفى قصر العيني. والقصر العيني صرح طبي عملاق، مفيش حد يعني معظمنا يعني نسبة كبيرة من المصريين يمكن اما تعاملوا بشكل مباشر مع القصر العيني او حد من قرايبهم او معارفهم خد خدمة طبية في القصر العيني. لما نلاقي مثلا في سنة واحدة تم تقديم خدمات للمرضى حوالي 1.5 مليون، 1.5 مليون مواطن، 1.5 مليون حالة، 1.5 مليون مريض اتعاملوا مع العيادات الخارجية، والاستقبال في سنة 50% من المرضى اللي تم استقبالهم في القصر العيني كانوا جايين عن طريق الطوارئ، بنتكلم 1.5 مليون. 27% دول من العيادات اللي في القصر العيني وتم تحويلهم داخليا، وفي بنتكلم على حوالي 17-18% تحويلات من مستشفيات تانية خارج القصر العيني، بقى مستشفيات بقى سواء كانت جامعية أو تابعة لوزارة الصحة والسكان أو غيرها. بنتكلم على خطة لتطوير القصر العيني بمليار و300 مليون جنيه لحوالي 16 مستشفى ومعهد اللي بيقدموا خدماتهم داخل القصر العيني، وطبعا جامعة القاهرة. برحب بالأستاذ دكتور محمد منصور هيبة، المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة. دكتور محمد مساء الخير، أهلا بحضرتك. ألو، دكتور محمد مساء الخير يا أستاذ عمرو. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، أهلا بيك يا فندم. الحقيقة الرقم ما يتم تقديمه للناس من خدمات داخل القصر العيني 1.5 مليون حالة في سنة، ده رقم كبير جدا الحقيقة، ودور كبير بتقوموا بيه. اتفضل يا فندم. يعني ده خلال عام واحد فقط مستشفيات القصر العيني وجامعة القاهرة استقبلت 1.5 مليون مواطن عن طريق المستشفى الطوارئ. هذا الرقم اعتقد انه نتاج جهد كبير منذ تولى الدكتور محمد عثمان الخشن رئاسة جامعة القاهرة. وهو وضع ملف تطوير المستشفيات والملف الصحي على قائمة اهتماماته الأولية. يعني زي ما بقول لحضرتك يعني ممكن نبدأ بنقول انه اي مجتمع مؤشرات التقدم فيه هو ان تهتم بالصحة وان تهتم بالتعليم طبعا. هذان الملفان حاضران وبقوة في رؤية واستراتيجية جامعة القاهرة منذ تولى رئاستها الدكتور محمد عثمان الخشت. لما تقول الرقم لحضرتك 1.3 مليار جنيه خلال لتطوير مستشفيات قصر العيني بجامعة القاهرة، هذا الرقم المفاجأة فيها أستاذ عمرو أنه من الموارد الذاتية لجامعة القاهرة، معنى ذلك الله. أن جامعة القاهرة لم تحمل الدولة عبء هذا التطوير، ومسألة التطوير لم تتوقف حتى الآن، بل لدينا مشروعات كثيرة داخل جامعة القاهرة في إطار المنظومة الصحية. لك أن تعلم والسادة المشاهدين أن احنا عندنا أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط، بيجري إنشاء في 6 أكتوبر في مدينة 6 أكتوبر. مدينة مستشفى 500 أكبر مستشفى لعلاج جميع أنواع الأورام ولجميع الفئات العمرية أيضا داخل جامعة القاهرة. ما تشهده جامعة القاهرة من خدمات زي الأرقام اللي حضرتك قلتها وذكر طيب حضرتك دكتور محمد، بتحاولوا ازاي تتعاملوا مع ده؟ يعني انا مثلا طوارئ القصر العيني، طوارئ مش حضرتك سامعني ولا لا؟ طوارئ القصر العيني لما بنتكلم على 1.5 مليون مواطن، لما نصهم تقريبا بيدخلوا الطوارئ، ده رقم رهيب. انا ما حاولتش ان انا اقسمه على 12 عشان اشوف كم او الالاف المؤلفه يوميا اللي بتدخل طوارئ القصر العيني. ازاي بتتعاملوا مع ده؟ ازاي الهيئه الطبيه يعني الامكانيات الطبيه متوفره؟ الامكانيات الطبيه احنا عندنا جامعه القاهره يعني اساس كليات الطب في العالم العربي، كلية الطب جامعة القاهرة أكيد ما فيش شك. الكوادر البشرية والأساتذة والباحثين في كليات الطب وفي مستشفيات القصر العيني جميعهم على أهبة استقبال جامعة القاهرة في مواجهة جائحة كورونا شهادة للمنظومة الطبية داخل جامعة القاهرة أكيد. أن يتحول مستشفى القصر الفرنساوي إلى مستشفى عاجل بالكامل
ومعه مستشفى الباطنه عزل بالكامل لجميع الحالات التي عالجت كورونا. مستشفيات جامعه القاهره حضرتك زي ما قلت بتستقبل 1.5 مليون خلال عام واحد فقط. ده الاحصائيه دي من ديسمبر 21 الى نوفمبر 22. طيب احنا بنتكلم 3600 سرير تقريبا، يعني 3600 سرير. هل السعه هتزيد مثلا في التطوير؟ هل حضرتك تعرف ان معهد الاورام، المعهد القومي للاورام يعني بالتوسعات التي جرت فيه زادت سعته وزادت قدرته الاحتماليه الى بنسبه 50%. المستشفيات جامعه القاهره التطوير فيها يتم بحيث يتم استيعاب كل الحالات التي يمكن ان نتعرض لها. وفي مصطلح الدكتور محمد عثمان الخوت زي ما بيقولوا ان مستشفيات القصر العيني هي الملاذ لكل مرضى مصر بل والمنطقه العربيه بالكامل. اكيد اكيد الكوادر الطبيه سواء القادرين وغير القادرين الحقيقه، يعني الناس لما بتلاقي قدامها القصر العيني ووحدات الرعايه الحرجه في القصر العيني بتروح لها، ممكن تفضلها على اي مكان تاني الحقيقه يعني. لغير القادرين اولا. نعم. جامعه القاهره ومستشفياتها لغير القادرين اولا. الحالات الحرجه فقط حضرتك تعرف ان احنا استقبلنا خلال هذا العام 26,000 حاله و434 حاله في وحده الحالات الحرجه. عندنا في وحدات الاطفال المتكسرين 2462 حالة، في مركز الخدمات بمستشفى المنيا للجميع 26199 حالة، مستشفى الطوارئ الأعداد اللي استقبلتها فقط 33000 حالة، أرقام كبيرة جدا، 24000 حالة طبعا، مركز الكلى 18000 حالة، المنيا للجميع 35000 حالة، أبو الريش والمنيرة والياباني 27000 حالة، مستشفى الملك فهد 11000 حالة. هل تتخيل هذا الكم من المرضى بكافة الاستعدادات والأشعاعات؟ يعني هل تعرف ان احنا في جامعة القاهرة خلال هذا العام 725000 أشعة؟ التحاليل الطبية في مستشفيات جامعة القاهرة خلال هذا العام 5,281,000 تحليل في جميع انواع التحاليل التي تخطر على بالك. أكيد. فإذا ما تقدمه جامعة القاهرة شيء عظيم، المنظومة الصحية شيء يشرف طبعا جامعة القاهرة ويشرف قيادة جامعة القاهرة والكوادر الطبية والتمريضية طبعا والإدارية طبعا في جامعة القاهرة طبعا. أعتقد لسنا في حاجة إلى أن احنا لن نزايد على أحد، لا إطلاقا بالعكس، ده احنا بنشد على أيديكم يعني، وبنقول لكم أرجوكم كملوا الطريق اللي انتوا بتقوموا بيه، وتحياتنا ليكم وللقائمين على المنظومة كلها وعلى منظومة القصر العيني وجميع العاملين فيها. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ دكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، وأستاذن حضراتكم في فاصل قصير.